أصلا من الكل مرحبا بكم في قناة ألفيا أكاديمية، اللي هي قناة تعليمية خاصة بجميع المستويات إعدادي وثانوي من السنة 7 أساسي إلى البكالوريا. كانت حب ما يفوتك حتى شيء، يعني توصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبطوا فيديو جديد، معليك كان تعمل أبوني في قناة ألفيا أكاديمية. وزاد اللي حاب على متابعة يومية وفردية من أساتذة الألفيا، يعني يكون عندك أساتذة مختصين في مواد الرياضيات، الفيزياء، علوم الحياة والأرض، العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإعلامية، التربية التكنولوجية، الاقتصاد والتصرف. يكون معك أستاذ في مادة من المواد هذه باش يراجع معك يومين، يرجع لك دروسك، يرجع لك للامتحانات، كذلك للمناظرات الوطنية. ما عليك كان تتصل بينا باش تنخرط في أحد العروض المتوفرة، عروضنا خاصة بتلاميذ الإعدادي والثانوي، يعني من السنة 7 أساسي إلى البكالوريا. كذلك عمل طلع على المنصة التربوية، منصة ألفيا أكاديمي، موجود فيها ملخصات جميع الدروس في المواد المذكورة، فيها كذلك تمارين تطبيقية، سلسلة مراجعة للفروض التأليفية وللفروض العادية، وكذلك الفيديوهات التفسيرية. اليوم الفيديو موجه لتلاميذ السنوات السابعة أساسي. اليوم باش نخدمو مع بعضنا التمرين في إطار درس المثلثات. اليوم باش نركزو على المثلث متقايس الضلعين. إذن باش نبداو كالعادة بنفس التمرين. ارسم مثلث متقايس الضلعين EFG قيمته الرئيسية E، حيث الزاوية GEF تساوي 40 درجة. مناصف الزاويتين FGE و GFE يتقاطعان في نقطة سميناها نقطة M. السؤال الأول، ماذا تمثل إذن النقطة M بالنسبة للمثلث EFG؟ ثانيا A، أحسب قياسات زاوية المثلث MGF. B، استنتج طبيعة المثلث MGF. ثالثا، لتكن E منتصف FG، أبين أن نقاط E M و E على استقامة واحدة، ثم أبين أن E عمودي على FG. إذن باش نبدأ إذن في الحل التمرين. إذن باش نبدأ كالعادة بالرسم. عندي مثلث متقايس الضلعين EFG قيمته الرئيسية هي E، عندي الزاوية E هي 40 درجة. مناصفات الزاوية EGF ومنصف الزاوية EFG يتقاطعان في نقطة سميناها نقطة M. إذن ماذا تمثل النقطة M بالنسبة للمثلث EFG؟ النقطة M هي تقاطع منصفات الزوايا. إذن عندنا منصف الزاوية الأولى ومنصف الزاوية الثانية تقاطع في نقطة سميناها نقطة M، وبالتالي النقطة M تمثل مركز الدائرة المحاطة بالمثلث EFG. إذن النقطة M هي مركز الدائرة المحاطة، تقاطع منصفات الزوايا في المثلث تعطيني مركز الدائرة المحاطة بالمثلث. أحسب قياسات الزوايا أو زوايا المثلث MGF. إذا عندي المثلث، تحصلت هنا على المثلث MGF. باش نحسب قياسات المثلث MGF. إذا أهم خاصية في مثلث متقايس الضلعين، نعرف اللي ديما في مثلث متقايس الضلعين عنده ضلعان متقايسان، كذلك عنده زاويتان متقايسان هما زاويتان القاعدة. إذا كيف بدا عندي مثلث لهنايا اف او جي متقايس الضلعين قيمته الرئيسية او، يعني الزاويتان او جي اف و او اف جي متقايستان. إذا حدا كيطلب مني باش نبين مثلث متقايس الضلعين، كي نبدا كي نلقى مثلث عنده زاويتان متقايستان، إذن هو مثلث متقايس الضلعين. إذن في مثلث متقايس الضلعين عنده ضلعان متقايسان وكذلك عنده زاويتا القاعدة متقايستان. إذن هنا باش نحسب زوايا المثلث MFG، باش نبدا بالزاوية أو باش نبدا بالمعطيات. المعطيات لدينا FEG مثلث متقايس الضلعين، شنو نستنتج منها؟ نستنتج منها اللي EFG تساوي EGF. إذن عندي زاويتان متقايستان، وقسمت كل زاوية على زوج، كل زاوية خذيت المناصف نتاعها. يعني إذا باش نحسب أول حاجة الزاويتين الكبار هذوما، زاوية الرأس F EFG والزاوية EGF. EFG تساوي EGF تساوي 180، خاطر نعرف مجموع زوايا المثلث ديما هي 180. عندي ديجا أن زاوية معلومة اللي هي 40 درجة، إذا الزاويتين هذوما مع بعضهم باش نحسبهم نقسمهم على 2 على خاطر هما متقايستان، معناها تساوي 180 إلا 40، طرحت منها 40 والحاصل اللي باش نلقاه باش نقسمه على 2،
180 الى 40 في 1 على 2، باش نقسم على 2 ولكن باش نضرب في 1 على 2 كيف كيف، تساوي 140 على 2 تساوي 70 درجة. اذا هنا حسبت الزاويتان او اف جي و او جي اف تساوي 70 درجة. هو قال لي حاجته بالمثلث هذا صغير، اذا مثلث ام جي اف لهنا انا عندي الزاويه هذه والزاويه هذه متقايستان، ولقيت لقيتها كل واحده تساوي 70 درجه، قسمت كل واحده على زوز، اذا نصف نتاعها شنو باش تساوي؟ اذا ام اف جي تساوي ام جي اف، ام اف جي تساوي ام جي اف حتى هي تساوي 70 على 2. اذا كل واحده تساوي 70 قسمت مع زوز، اذا كل واحده باش نقسمها على زوز 70 على 2 70 على 2، وبالتالي عندي الزاويتان ام اف جي تساوي ام جي اف تساوي 35 درجه. قالت لي الزاويه الكبيره زاويه ام اللي راسها ام اللي هي اف ام جي، اف ام جي اذا عندي انا مثلث وعندي زوز زوايا معلومه اللي هما ام اف جي و ام جي اف زاويتان معلومتان. اذا الزاويه المجهوله باش نعمل كيف كيف مجموع زوايا المثلث، انا عندي مجموع زوايا المثلث هو 180 درجه، مجموع زوايا المثلث 180 درجه، اذا باش نقص باش نطرح 180 باش نطرح منها زوج زوايا المعلومه، اذا جي ام اف تساوي 180 الا 35 مع 35 اللي هي الا 70، اذا تساوي 110 درجات. وهيك نكون جاوبت على السؤال احسب قياسات زوايا المثلث ام جي اف. استنتج طبيعه المثلث ام جي اف، اذا شنو طبيعه المثلث ام جي اف؟ هنا لقيت عنده زاويتان متقايستان، بمعنى المثلث ام جي اف متقايس الذراعين. اذا في المثلث ام جي اف لدينا الزاويه ام اف جي تساوي الزاويه ام جي اف متقايستان، كل واحده تساوي 35 درجه، اذا المثلث ام اف جي هو مثلث متقايس الذراعين قيمته الرئيسية ام. نمر اذا لتكن اي منتصف اف جي، اذا عندي هنا النقطة اي منتصف اف جي، بين ان النقاط اي ام و او على استقامة واحدة، اي ام او على استقامة واحدة. اذا كيفاش نبين اللي هما على استقامة واحدة؟ نعرف اللي ام هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث اللي هي نقطة تقاطع موسطين مرصفي الزاويتان او اف جي و او جي اف. اذا هنا في المثلث او اف جي تمثل او اي تمثل الموسط الصادر من او، او اي هي الموسط الصادر من اي، علاش من او؟ علاش على خاطر عندي اي منتصف اف جي و او رأس المثلث، إذا أو إيه هو الموسط الصادر من أو. عندي خاصية في مثلث متقايس الذراعين، في مثلث متقايس الذراعين الموسط الصادر من القيمة الرئيسية هو نفسه الموسط العمودي أو حامل هو نفس الموسط العمودي لقطعة المستقيمة اللي تمثل القاعدة، زاد هو نفسه حامل للارتفاع الصادر من القيمة الرئيسية. إذا ثلاثة حاجات، الموسط في مثلث متقايس الذراعين، الموسط هو نفسه الارتفاع الصادر من القمة الرئيسية، الموسط الصادر من القمة الرئيسية هو نفسه حامل للارتفاع الصادر من القمة الرئيسية، هو نفسه زاد الموسط العمودي للقاعدة، هو نفسه زاد منصف الزاوية تاع القمة الرئيسية. وبالتالي لهنا عندي او اي هو منصف الموسط عفوا الصادر من او، اذا بما ان او اف جي مثلث متقايس الذراعين، اذا او اي هو حامل لمنصف الزاويه، اذا او اي حتى هو مستقيم او اي باش يكون حامل لمنصف الزاويه. اذا هنا المستقيم او اي هو حامل للموسط الصادر من او، هو حامل لمنصف الزاويه اف او جي يعني زاويه القمه، زاويه القمه الرئيسيه، هو نفسه الموسط العمودي للقاعده اف جي، وكذلك هو نفسه حامل الارتفاع الصادر من او، كلهم تتطابق
في نفس المستقيم. إذن هنا EI هو بيدو، هنا حامل لمنصف الزاوية EFG، وبالتالي ماذا ما هو منصف الزاوية FEG عفوا FEG، إذن لازم يمر من النقطة M، على خاطر النقطة M هي نقطة تقاطع المنصفات، نقطة تقاطع منصفات الزوايا، إذن لازم يمر من النقطة M، وبالتالي النقاط E E و M على استقامة واحدة. معناتها عندي هذا منصف الزاوية الصادر من F، وهذا منصف الزاوية الصادر من G، عفوا مش صادر من F، منصف الزاوية EFG، وهذا منصف الزاوية EGF. منصف الزاوية FEG باش يمر حتى هو من النقطة M، على خاطر هي نقطة تقاطع منصفات الزوايا، وبالتالي النقاط MGF باش تكون على نفس MGE، باش تكون على نفس المستقيم. بين أن EE عمودي على FG، إذن هنا كيف لهنا قلنا هو حامل الارتفاع الصادر من E، EE هو حامل الارتفاع الصادر من E، يعني لازم يكون عمودي على FG. إذن EE حامل الارتفاع الصادر من E، وبالتالي FG عمودي على EE. خاصيات هذه موجودة فقط في مثلث متقايس الضلعين. إذن في مثلث متقايس الضلعين، المتوسط الصادر من القمة الرئيسية هو نفسه باش يكون الارتفاع الصادر من القمة الرئيسية، يعني يكونوا متطابقين، هو نفسه باش يكون حامل لمنصف الزاوية، وهو نفسه باش يكون حامل للمتوسط العمودي للقاعدة. إذن أربع حاجات موجودين في نفس المستقيم. إن شاء الله يكون واضح، إن شاء الله تكونوا فهمتوا بالقدا شنو الخاصيات متاع مثلث متقايس الضلعين، وكيفاش نطبقوا ناخدوا تمارين على مثلثات متقايسة الضلعين. كان عجبك الفيديو تنجم تبارتاجيه باش يشوفوه أكثر عدد من صحابك. ما تنساش باش تعمل أبوني في قناة ألفية أكاديمية باش يوصلك كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو قادم.